والآن موعدنا مع وقفة خاصة لاستعراض الأحوال الجوية وأخبار الطقس في نشرة التاسعة. محطة أخيرة مع مصطفى ميزار، إليك. شكرا هبة من جديد، شكرا محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجة الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظة مدن الجمهورية العظمى في القاهرة 22 والصور 15، الجو معتدل، الإسكندرية 22-16 أيضا الجو معتدل، في مطروح 22-14 معتدل، في بورسعيد 22-17 معتدل، في إسماعيلية 23-15 أيضا الجو فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 والصغرى 15 ويكون الجو فيها معتدل، في العريش 22-16 يكون الجو معتدل، في طابة 22-15 يكون الجو فيها أيضا معتدل، في شرم الشيخ 26-19 معتدل، في الغردقة 26-18 الجو فيها معتدل، في محافظة الأقصر العظمى 26 والصغرى 15 الجو فيها معتدل، في أسوان 26-15 معتدل، في الوادي الجديد 24-15 معتدل، في شلاتين 27-21 معتدل، وأخيرا في حلايب 25-20 والجو فيها معتدل. الآن مشاهدين الكرام نترك حضرتكم مع درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.